وسيلة نقل نادرا ما نراه تتجه إلى الخلف. باس. من ألوان ملابس الزفاف. أبيض. غيره. أسود. حرف عربي فوقه نقطة. غاء. من حيوانات الزينة. الكلب. القطة. من أسماء السيف. ذو الفقار. وسيلة نقل نادرا ما نراه تتجه إلى الخلف. القطار. شكرا. خلينا نشوف النقاط اللي جابها الأخ حسن. خمس أسئلة سألتلك إياها في 25 ثانية، خلينا نشوف ايش قد جابت لك من نقاط. نتمنى أن توصل 200 نقطة. السؤال الأول كان وسيلة نقل نادرا ما نراها تتجه إلى الخلف، قال الطائرة، صح؟ 30 نقطة. أنت قلت بعد ما قلت هي القطار، والقطار صح، وجاب لك 20 نقطة. السؤال، لأنه القطار أحيانا يعني يرجع يعني أكثر، الطائرة أقل شيء. السؤال الثاني من ألوان ملابس الزفاف، قال أبيض، 32 نقطة. أنت قلت الأحمر، الأسود. الأسود، عفوا، الأسود جاب لك مجال. الأحمر كان أفضل. الآن أقصد للرجل عبر الزفاف. شلون؟ أقصد زفاف للرجل الأسود، يعني الأبيض كان للزوجة والأسود للرجل. جدتي 15 نقطة. السؤال الثالث كان حرف عربي فوقه نقطة، قال الزاء، 20 نقطة. أنت قلت غاء. الغين. الغين جابت 12 نقطة. أقوى احتمال كان الخاء. السؤال الرابع من حيوانات الزينة، طيور، قال هلال، 10 نقاط. أنت قلت القطط، والقطط جابت لك 20 نقطة. السؤال الخامس من أسماء السيف، لم يجب. أنت قلت ذو الفقار، وذو الفقار صح، جاب لك 30 نقطة، مع الأسف 186 نقطة. تفضلوا. أنا حقيقة حزين.